خلينا نتنقل من الكابتن محمود الجوهري لتقرير احنا عاملينه عن اهم 10 كتب اتكتبوا عن الكورة على مستوى العالم كله. تعالى كده نشوف مع بعض التقرير ونرجع مرة تانية. لأنها الساحرة المستديرة، لم تعد كرة القدم مجرد لعبة شعبية، هي سهم يحرك مؤشرات البورصة ودواء يشفي أعراض الاكتئاب وصفحة مهمة في روايات الحياة. ولهذا احتلت كرة القدم أغلفة الكتب لتفرض قواعدها وقوانينها على الأدب والثقافة. في عالم الكتب عرف العالم الكثير من العناوين الهامة التي حققت مبيعات ضخمة على مستوى العالم، أشهرها كتاب كرة القدم بين الشمس والظل للكاتب إدوارد جاليانو، والذي تناول مباريات كأس العالم منذ عام 1938 حتى مونديال عام 1994. وعبر خلاله عن عشقه للساحرة المستديرة كمرآة تقدم لنا صورة واقعية لما يعيشه العالم في مختلف المجالات. كيف سرقوا اللعبة؟ عنوان صادم، لكنه ملائم للكتاب الذي ألفه ديفيد يالوب ليطرح عدة تساؤلات هامة حول التغيرات التي طرأت على لعبة كرة القدم وسياسات الفيفا التي حولتها إلى سلعة منذ سبعينيات القرن الماضي. ولأن كرة القدم أكثر من مجرد لعبة، قدم الكاتب ديفيد جولدبلات كتابه عصر كرة القدم ليروي كواليس تاريخية ترصد علاقة الكرة بالسياسة والحكومات في مختلف أنحاء العالم. لم يقتصر أدب كرة القدم على الزاوية الاجتماعية والسياسية فقط، فعشاق التكتيكات والخطط يمكنهم أن يجدوا ضالتهم في كتاب الهرم المقلوب للكاتب جوناثان ويلسون، الذي يتناول من خلاله تطور خطط اللعبة وأساليبها المختلفة. ولا شك أن كتب السيرة الذاتية للاعبين والمدربين تعد من أكثر الأعمال الأدبية رواجاً حول العالم، مثل كتاب أنا زلاتان الذي يروي من خلاله نجم الكرة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش مذكراته الخاصة، وكذلك كتاب أنا أفكر إذن أنا ألعب الذي يعد رحلة في عقل ومشاعر نجم الكرة الإيطالي أندريا بيرلو، وبالطبع الكتاب الأشهر في العالم أليكس فيركسون الذي يرصد من خلاله السير أليكس فيركسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد كواليس رحلته في عالم التدريب ومقتطفات من حياته الخاصة.